المفروض يعني طبيعي ان الفتره الجايه ان شاء الله لو في ان شاء الله نصيب والنادي الاهلي مثلا حد يكلمني شخصيا او حد يتكلم بحاجه رسمي في الاداره، فان شاء الله متهيألي النادي بس يعني دايما المركز بتاعك يعني احمد فتحي لاعب طبعا كبير ولاعب مميز، بس دايما احمد بيجي له عروض والنادي الاهلي محتاج كظهير ايمن، خصوصا ان الكابتن برضه حسام بدري يعني مش بيعتمد على احمد صديق، فدايما الكلام عليك بالظبط. وسمعنا كده انت عارف اسلام صادق بيجيب الاخبار من جوه ان كابتن حسام بدري بيفكر في باسم علي. ربنا يسهله ان شاء الله. انا بس يعني الفتره الجايه عامه حتى لو ما فيش حاجه رسمي من النادي الاهلي، هو في فاكس اتبعت امبارح من النادي الاسماعيلي عايزين اعاره 6 شهور وبس قبل البيع والشراء. يعني تروح اعاره 6 شهور تلعب معاهم الكونفدراليه وابطال العرب، وفي اولويه ان هم يشتروك من النادي المقاولين بعد 6 شهور. فلو لو الكلام ده لو ما فيش دوري يعني انا بنتمنى ان الدوري يرجع، انا عايزين الدنيا كلها واقفه بنتمنى ان الدوري يرجع. انما لو ما فيش هتبقى الدنيا واقفه، فان شاء الله بسعى ان شاء الله ان انا بدل القعده والتمرين، اللي طبعا التمرين كل يوم بيبقى تمرين والماتشات الوديه بلا هدف. فان شاء الله باذن الله لو في نصيب هيبقى نادي الاسماعيلي ان شاء الله باذن الله. والنادي موافق؟ النادي هو لسه ما كناش في اي حاجه، بس احنا مستنيين نشوف الدوري هيرجع ولا مش هيرجع الاول. منتظرين يوم 30 ان شاء الله لحد ما نشوف المصير. شكله مش خارج، ربنا يعني شكله مش خارج يعني من ربنا يسهل ان شاء الله. من الواضح اللي هو يعني ممكن ما يرجعش، واحنا عايزينه يرجع، كلنا عايزينه يرجع، نأثر علينا كلنا. يا ريت احنا كنا اللي هو يرجع يعني. الدنيا تمشي تاني والدنيا تتحرك تاني ان شاء الله يعني. يعني دلوقتي اقرب حاجه قدامك الاسماعيلي 6 شهور تلعب معاهم الكونفدراليه وبطوله العربيه، وفي حاله النادي الاسماعيلي عايزك يبقى في اولويه للشراء، لكن اعتقد النادي المقاولين يعني هيوافق لك اعاره، ولكن مش اعاره لا، بيع وشراء. بيع وشراء لا، ما ده اللي انا طلبته كمان. ان شاء الله وفي نصيب حتى يبقى ان شاء الله تبقى اعاره 6 شهور بس يعني ان شاء الله. لكن لسه النادي ما اتناقش معاك في الفاكس اللي جنبه؟ لا لا، هو الكابتن محمد كلمني وانا قلت له يا كابتن ان شاء الله لو ما فيش دوري يعني، بس انا بتمنى، قلت له انا اولا بتمنى ان الدوري يرجع ان شاء الله. قلت له لو ما فيش دوري ان شاء الله هنفكر في الموضوع، ولو في نصيب ان شاء الله يبقى اعاره بس ان شاء الله يعني. تمام. بالنسبه لمحمد بقول لي قصه بازل، انا عارف طبعا انت ومحمد صلاح توأم، انتوا اللي